نجمي كارول صقر. المره الماضيه ما قدرت احكي عن كارول صقر، مش بس يعني تعامل ولكن فيديو كليب كمان. بين اول تعامل وثاني تعامل مع كارول صقر، قد ايه حسيت كارول اختلفت؟ مش طبيعيه. انسانه مش طبيعيه بالمره. احلى وحشه مثل ما بيقول هذه شراره. اي وحشه تراكتيره ماشي. جد صوته ما بيقول لا. وبتلقط بسرعه. يعني انا بستغرب انه هالناس يعني كيف 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 هيك صاروا يغنوا هالمغنى هذا. يعني ما بعرف، انا ما بعرف اذا كانوا دارسين او شيء، لانه انا درست بالمعهد، انا درس 4 سنين بالمعهد، مرشحات ودرست. مضبوط انه اغانيك تعلم بالمعاهد الموسيقيه في سوريا؟ بكل المناطق. تعال ننسى عم بيعلموها وين ما كان. وين ما كان. كيف؟ مش مثل ما قال الكلام الاستاذ انه هودي بهيك مزحه بيعملون. كارول سميحه شبه كيف تلاقيها؟ كارول عندها اول شيء المسرح الرحباني، يعني عندها مسرح منصور الرحباني اول شيء. كارول يعني غنت بفتكر اجمل ما غنت غنيت استاذ منصور شو اسمه بصباح الالف الثالث. اي اجمل ما غنت كانت طلي رعبنا كلنا جد باذنها. اليوم تجربتها كيف بتلاقيها؟ في مزح شوي. شو يعني؟ ما في جد. في مزح، في جد. مع انه هي فنانه جديه. استاذ بدي اقول لك شغله، مش كل شيء بدك توصله للعالم انت للناس، ما فيك خلص هاي الغنيه انا بدي تضرب، بدي اخذها للعالم وصلوني اياها، ما فيك. نعم. ومش كل نجم بفوت على قلبك. صعبه صعبه، يعني انا كملحن بركات، انا في عندي 2 3 بس بشوفهم على الفضائيه بحضرهم هيك وبعدين بنقل غير شيء. شو مين اني؟ مش ضروري اقول لك من اني لانه بيتعقدوا الباقيين حرام ما بدي. طيب مرقت لي على سؤال ابو وديع، الديو اللي بتعملوه انت وياه، بتعملوا ديو سوا؟ انا ابو وديع؟ اعوذ بالله نقتل بعضنا. اعوذ بالله. ليش؟ ما في ما بيزبط. ليه؟ لانه مجنون. لا هو صوته شيء وانا صوتي شيء، هو مغني شيء وانا مغني شيء، هو صوته غريب. طيب نانسي عجرم ردت نانسي وقالت انه انا ما بتجرأ رد على ابو مجد لانه هو من عمر الوالد. يعني كانت كثير كلاس. طيب انه ي... من عمر الوالد. طيب لشو هالكلمه؟ طيب شو بدها تقول انه بالفن ما في عمر بالفن. في واحد له ثاني احترام في بابا وماما ما في. هي ما بتقول بابا وماما، هي قالت انه هذا رد جيجي لمارا. لا لا ولك جيجي لمارا هذا رد اس كثير، منتبه ما تاخذه بالمزح. هذا رد ما تاخذه بالمزح. هلا جيجي لمارا ذكي كثير ويعني ايه زكي، بس زكي مش علي انا زكي ايه. مش علي انا على كل حال انا بدي لك شغله. نانسي عجرم بيت عجرم بلبنان عائله مهمه كثير. انا بأسف خي اتركني هلا ما تشيد فيها كثير، انت انا بشيد فيها انت تسمع. بأسف انه اليوم ما تكون نجمه لبنان، نجمه لبنان يعني الفن اللبناني ملكها إلها هي عم تنشره. انا بزعل بنرفز. انا مرقة مهرجانات على تونس ومصر. انا من لبنان نانسي عجرم. انا نانسي عجرم اوكي. 30% كان من الشعب اللبناني مفكرينها مصريه بالاول، انا بعرف. وانا كنت اتشارع انا والعالم يا عمي لها بنت من بيت عجرم من لبنان، لانه ابتدت بالاغنيه المصريه وعمك شيجي اخذ لها فيديو كليب، عرفت كيف؟ صار طلع لها اجره في ناس عشقت لأجرة قد ما محتاج جيجي قد ما اخذ ال اذا بدك تحكي هيك 3 ارباع الفنانات عندهم. لا 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 بقول لك انا كيف زهرة يا اخي هلا انا ما عم بضحك ولا عم بتمسخر. طب انا عم بحكي عم بقول لك جيجي كيف اشتغل فيها. جيجي منه هين. طبعا منه هين. زهرة بشكل كثير قوي. وين ضربت اكثر شيء؟ هي بمصر. هلا هون جيجي ما بقى فيه تراجع، صار بقول لك اذا بدي اهتم انا ارجع للفن اللبناني مصر راحت. طب اغنيه طب تجربه لبنانيه استاذ جبر خليني افهمك بليز. كل مره بتيجي بدي احكي فضل. ما بيفهموا العالم بيزعلوا مني يا عمي رح استمع. جيجي ما بقى فيه يتراجع. نعم ما بقى فيه يتراجع، مجبور يضل الفن المصري موجود بالسيدي تبعه، مجبور ما بقى فيه يتراجع. بحاول ايام وتبع ايام بنزل اغنيه لبنانيه بالشريط تضرب معه اكثر، بس برضه ما عم بيسترجي يتراجع.
ما بده يخسرها للمخلوق ولا بده اياها تخطر. هاي المشكله. طيب ابو مجد اليوم اذا بدك تاخذ ننسى عشرم تنقلها النقله الكبيره على الفن اللبناني بده تحضير قوي كثير. يعني تحضير تحضير قوي كثير من ملحنين وشعراء واغاني يعني مدروسه بشكل بقوه تقدر ينقلها. عم تاخذ من سمير صفير سليم سلامه يعني لما 90 مليون مصري اليوم بمصر بيغنوا لون عيونك غرامي باللبناني معناتها انه ناس حجر ما بتشوف. شو عم بحكي غلط؟ لا عم تهجم علي انت. عم بتهجم عم بقول لك انا بدها تحضير. يا تقبرني يا حبيبي. هلا انت مش عارف شو بدك. رح بقلب الطاولة عليك او برجع بقلب على مخي. ضروري يا استاذ عم بقول لك اذا بدك تجيبها على الجو اللبناني نهائيا بدها تحضير قوي كثير لانه ابتدت هي بدايه. جيجي ما عمل الحساب كثير انه في وطن اسمه لبنان، في فن اسمه لبنان، ضل هو بالجو جو العربي كله. عم تفهمني؟ وانا هذا اللي محزنني. انا محزنني مش بس نانسي، في اكثر من فنان بيقدموا لك اياه بالمهرجان، المطرب الكبير اللي جاي من الارز واللي جاي من الصنوبر والسنديان والصخور وطلع من بين الصخور وبجت الدنيا وكرش صخر على بيت راح له 600 قتيل ما بعرف شو بيعني ضايعه شوي باخر شيء بيطلع بغني لك ساعتين مصري. كيف خي هذا؟ كيف يا ابو مجد كيف هذا؟ كيف ليش ابو مجد ليش لك شو بدك تقول لي؟ اسمح لي اسمح لي. هذا ممنوع على ال بي سي الفضائيه اللبنانيه. انا اليوم بهذه المؤسسه ال بي سي محطتها الفضائيه اسمها الفضائيه اللبنانيه. يعني لما تدور ال بي سي الفضائيه اللبنانيه بتتوقع انت تشوف المسلسلات اللبنانيه لانه صار في اليوم انفتاح بالسوق الاعلانيه بالعالم العربي. بتفتح ال بي سي اليوم بتشوف مسلسلات خليجيه معناتها انه الفضائيه اللبنانيه اسمها الفضائيه الخليجيه. دخلك السوريين نعم طاحشين كل شيء مش مخلين شيء بوجهه صح ها ايه وحتى بمصر. برافو عليك. ليش ما بيحكوا باللهجه المصريه؟ بيحكوا باللهجه اللبنانيه السوريه. عفوا السوريه. ليه؟ طيب اذا نحن على ال بي سي الفضائيه حطينا مسلسلات مصريه ما من مش إيه مش مش ممثلين لبنانيين عم يحكوا انفتاح يعني راغب وناسي اليوم. استاذ الله يخليك كل يوم بيخترعوا لي اختراع. ساعة بيقولوا هذا وطن للجميع. الفن ما له وطن شو اسمه هذا كذب. بيدفعوا له قرشين للصحافه بيكتبوا مثل ما بدهم. خلص بقى البلد عيب البلد. بلد انا ليش نحن نتقاتل نحن وبيت الرحباني ورح نتقاتل نحن والله من تحت راس الفن بلبنان. هن نايمين وقاعدين وانتقلوا لغير مرحله وهوريك من فيروز. وينيه؟ وني فيروز؟ وني فيروز؟ ليش صار ثلاث اربع سنين ولا عمل ولا غنيه؟ ليش؟ فيروز اذا ضلت 50 سنه بلا عمل لك يا خيي لازم شو بدنا شو بدنا حتى نصبرها؟ مش رح نصبرها لكن شو بدنا نعمل؟ تعمل تمثيل بتقدم لي اياهم كلمه 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 خلص حلقه بتقدم لي تمثال يحكي واحد يحكي مع التمثال. شو بدنا نحكي مع فيروز نحن كتمثال؟ ليه ما ليش ما بتنزل كل سنه ست سبع اغاني؟ ليه خيي ليه؟ ليه؟ وديع الصافي وديع الصافي حاطين له بمخه انه هو كبر بالعمر مش قادر بقى يغني. كذب هذا كذب. اكبر فنانين بامريكا كلهم كبار بالعمر بالسبعينات وبال85 بيعملوا لنا حفلات بيجمعوا لنا اكبر شخصيات بالعالم بيطلعوا مئات الملايين من وراهم. ليش خي مين قال له لوادي عصافي انه خلص مش قادر بقى يغني؟ مين قال له فيروز؟ مين؟ ما حدا. صباح لو مهتم بحاله مزبوط صباح وفي حوالي اكيب يحضروها بعد بتقدر تغني صباح. انتوا الانا ما في ما في فنان ما بيكبر انا تبعكم بس الفنان تتصلوا ببعض وتحت الكواليس ورا الكواليس تجتمعوا ببعض انت والست فيروز والست صباح واستاذ وديع بتعملوا اللي بتعملوا مش هيك. اذا اطلقنا صرخه على التلفزيون يا استاذ بيزبط الوضع. لك يا استاذ ايام ما كان في بيت الرحباني موجودين الدوله بيت الرحباني دوله 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 كان يعملوا المستحيل يقدروا يجمعهم مع بعضهم. هلا بدنا نجمعهم بعد ما صار منصور لوحده الله يرحمه توفى وعاصي توفى مين بعد في يجمع المجموعه هذه؟ مين في؟ نحن انا اعوذ بالله. طيب ابو مجد بتسمح لي بمداخله لو سمحت بس على رواق لو سمحت. مجد وبعض حوالينا على رواق لو سمحت. ما عم تقنعني بعد بنقطه واحده لو سمحت. نجوميه راغب عليمي ونوال الزغبي ونانسي عجرم. يعني نوال الزغبي لما غنت مين حبيبي انا
كسرت وعمرت الارض بمصر، ما عم بقدر استوعب انه هودي نجحوا كلبنانيين بمصر، يعني هال 90 مليون راغب علامه شو بشو نجح؟ نجح نجح كفنان لبناني. لو شباكك على شباكي، انا ما حبيت شيء. يا خي صار الأزنبور غنى بالفرنسي، ارمينيا كلها اليوم تفخر انه صار الأزنبور ارمني. يا خي ما خص هيك، شوف انت عم تقول لي على مرحله، ما عم بقول نفس المرحله. يا استاذ بدك تفتح لي معركه، مرحله ما بدي افتح معركه، بديش اعمل مثل ما بدي شكك بنجوميه. لا ما تقليش نجوميه بمصر، في تاريخ يا انت بتفوت بهذا التاريخ يا بتمرق من حده. تاريخ الفن المعاصر مش رح يذكرون فكرك؟ لا تاريخ لبنان ما رح يذكرون، ونذكر بعضنا.